تستمر النسخة العربية من مسلسل الخائن ومن بطولة الممثلة السورية سلافة معمار والممثل السوري قيس الشيخ نجيب بتصدر الترند على مواقع التواصل الاجتماعي، لأن بيحتوي على عدد من المشاهد الجريئة. وجمع الممثلين بالحلقات الأولى من المسلسل مشهد بيوثق خلع الممثل السوري قيس الشيخ نجيب تيابو بمشهد حميمي مع الفنانة سلاف معمار وتقبيلها خلال تواجدهم على التخت، وهالشي أثار غضب كتير من المتابعين. وكمان جمعوا نفس المشهد بالحلقة التاسعة وهالمرة بقبلة حميمية. خلاص بكفي قمتوا لبرا. والمسلسلات العربية المعربة لاقت انتقادات واسعة عند الجمهور لأنها بتضم مشاهد جريئة مثل المسلسل الحالي الخائن ومسلسل كريستال ومسلسل ستريتو وغيرها من المسلسلات المعربة. هل أنتوا مع المشاهد الجريئة يلي عم بتصير بالمسلسلات المعربة؟ اكتبوا لي تحت بالتعليقات. ولهون بيكون وصلنا لنهاية حلقتنا لليوم. شوفكم بحلقة جديدة من حقائق مع رامي. سلام.